كيف حالك؟ كيف الصحة؟ كله بخير؟ بنرحب فيكم أجمل ترحيب في بلدة تقوع، بلدكم بين أهلكم وناسكم، وحقيقة ليس هناك أجمل ولا أروع من الوفاء لدماء شهدائنا الأبطال، وهذا ما عهدناه فيكم دائما، وهذا ما عهدناه في فتح وقيادة حركة فتح وأبناء حركة فتح وجماهير حركة فتح، هذا الوفاء لأبنائنا، لدماء شهدائنا، لآهات أسرانا وجرحانا، بالوقوف والتضامن دائما مع كل المناسبات والفعاليات، وهذا شيء حقيقة نعتز ونفتخر به في حركة فتح قيادة وشعبا. ودعوني أرحب بكم جميعا، أمين سر حركة فتح إقليم بيت لحم الأخ محمد المصري والإخوة أعضاء الإقليم. أهلنا في تقوع عامة، وأهلنا في ذوي الشهيد قصي العمور، خاصة باسم فتح، فتح الثورة، فتح الطلقة، فتح النار، فتح الصمود، فتح جبل الشهداء، فتح جبل الأسرى، فتح جيل المبعدين، فتح جيل الثائرين والشرفاء، باسم كل كادرها في محافظة بيت لحم، مناطقها التنظيمية، مكاتبها الحركية، كادرها، أسراها المحررين، رجالاتها في كل مكان، الذين خطوا الدروب الأولى لكل ثائري فلسطين. جئنا اليوم في الذكرى الثانية لاستشهاد ابن هذه الحركة الذي غادرنا متوشحا عصبته الصفراء، ملتزما بقناعاته الوطنية، اختار طريق النضال واختار طريق الثورة، اختار طريق المواجهة، ذهب مقبل غير مدبر، لاقى جنود الاحتلال بكل شجاعة وصلافة، مما ترباه في هذه البيئة، البيئة التي تميز بالجلد والصبر، البيئة التي يصرخ المحتل يوميا من وطأة حجارتها ووطأة صمود أهلها، منزرعين في هذه الأرض غير منقلعين، مؤمنين بأنه لا أمن ولا أمان لمن يحتل أرضنا، لا أمن ولا أمان إلا بوحدة شعبنا واستعادة كل حقوق. جئنا اليوم أبانا أبا الشهيد قصي أبو الرائد، إخوة الشهيد، أهل الشهيد، أهل تقوع، جئنا لنقول في شهر يناير الفاتح من العام 65، الفاتح من كل عام، هذا الشهر الذي غادرنا فيه شهداء عظام بالقيمة والقامة، شهر غادرنا فيه أبو إياد وأبو الهول، فخر العمري، سرور أبو سرور، والشهيد قصي العمور، هذا الشهر الذي سيبقى منزرعا في قلبي وعقلي ووجداني كل فلسطيني، هذا الشهيد اليوم الذي توشح بعلم فلسطين ليكبر أكثر في نظر كل الثائرين في هذا الوطن. جئنا لنقول لكم نحن على العهد كما عهدتمونا في كل عام وفي كل مناسبة وفي كل ذكرى، ويطيب لنا أن نكون اليوم في بيتكم لنتدفأ دفء هذا الحنان وهذا الشوق للشهيد قصي في يوم بارد من أيام يناير، لعل حضورنا يكون شفيعا لنا ولكم عند الشهيد في يوم القيامة. للشهيد ولكل شهداء فلسطين، لكل الثائرين الذين ما نسوا فلسطين يوما، والذين ما زالوا محافظين على عهد الشهداء والشرفاء والثوار، لهم ولكل شهداء أمتنا العربية الفاتحة على أرواح. يعني الأمانة، يعني أخويا أبو عصا أخويا الحاج، أخويا أهلا وسهلا الجميع، بدي تشرفوني يوم والجميع، يعني الجميع، كل الجميع، يعني أنا بدون استثناء صلى على النبي. الأمانة يعني إذا بدكم أنا بسط بتيجوا عندي يوم كلير بدون استثناء، يعني الجمعة
نحافظ عليها بإذن الله، راح نظل نحافظين على الثوابت اللي وصونا عليها قصي وشهدائنا جميعا ورياض العمور. امبارح أول امبارح أجوا عندنا الجيش الإسرائيلي ودخلوا في إحدى البيوت، دخلوا في إحدى البيوت عندنا في الحي، في الحي كان هذا مخطط لهم انهم يشغلونا ويشغلوا صاحب البيت هذا، وكانوا يخططوا في كمين في جهه ثانيه في البيت الثاني في بيت غير مسكون، دخلوا في جواه 15 جندي دخلوا وكانوا عملوا لنا كمين لشبابنا، وانتم بتعرفوا كيف وضع تقوع وكيف المنطقه اللي والمقاومه والشباب والمواجهات. كانت العمليه يعني عمليتهم الحمد لله كانت فاشله، لان الشباب اللي كانوا في الاحداث وكانوا في المواجهات بعيده عن اول البلد هم هنا دخلوا وكان مسكوا مجموعة من الشباب اللي كانوا في حالة يعني باب منازلهم وبتفرجوا، وكان يعني مشروعهم كان مغططهم كل فاشل. تبع أنا أبو محمد امبارح صحيح والله يزيل. ويضرب فيها المثل حتى وإحنا جوا يعني قبل ما ننسجن كمان تقوع كان إلها يعني باع طويل في النضال من سنوات، هي قلعة دائما كانت صامدة، كانت عنوان للنضال وللشهداء وللأسرى. موضوع يعني عدد اليهود، بمزح أخونا صبح قبل شوي بيحكي عن ضم بيطار لمجموعة من القرى وعمل بلدية واحدة، فكل بأخذوها منا هذه البلدية لأنهم غالبية. عدد السكان اليهود على أراضي بيت لحم أكثر من عدد السكان العرب. أنا أعطهم إياها، أهالي الشهداء بدهم اهتمام منا لإعطاهم جزء بسيط من حقوق التعامل معهم كأسر أبطال، لإعطاهم الأولوية، مش الأولوية الشكلية، الأولوية الحقيقية في مجمل يعني راتب الشهيد. بجوز أبو قصي بيدرك هذا الموضوع، راتب الشهيد جديد يعني تجاوز ال 350 شيكل وال 400 شيكل وطلعت ل 900 شيكل واليوم 1400 شيكل. عيب نحكي في حضرة الشهداء بلغة الشكل وبلغة النقود، لكن شهدائنا بحاجة من مؤسساتنا، بحاجة من تنظيمنا، بحاجة من قيادتنا للاهتمام فقط لإعطائهم حقوقهم، حتى يستطيع أهل الشهيد وذوي الشهيد سواء كانت زوجة أو أبناء أنهم يعيشوا بكرامة. معنا في حضرة الشهيد قصي الأسطورة قصي، وإحنا بنعدك أنه إحنا نرجع على هذا المكان، هذا بيتنا، احنا ما بدنا عزومة على بيتنا، هذا بيتنا، احنا بنعتز ونفتخر. احنا جايين هان مش مشان نكرم، مشان نتكرم، احنا جايين هان مشان نقول كنا في دار الشهيد قصي، لانه هذا يضيف لنا فخر وعز وكرام. واحنا نعدك، وتحدثت سابقا انا اخويا ابو محمد حاتم رئيس بلدية الكوع، احنا لازم نيجي نزور قصي. هو اخرني، انا اخرته، بدناش نحكي في الموضوع هذا. اثبتوا اثبتوا اثبتوا.